الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاختبار إن شاء الله تعسيم جوي ماكس 250 اي ابي اس. الشكل الخارجي يتميز ديناميكية ويساعد فيها الوجه الأمامي، لقوا فيه دو فور في الأمام سيريني بالالي دي. أيضا عندنا الكلينيو الي دي انتيغري في الريتروفيزور، وعندنا لي في اونتي برويار. في المقعد عندنا سيرفيكور بالاحمر، اما في الجهه الخلفيه فنلقاو ان فو سنترال فول الي دي. هذا الجوي ماكس 250 نلقاو فيه محرك مونو سيلندر كاطون انجكسيون الكترونيك، يعطينا 23 حصان في 8000 تور مينوت. فيما يخص الشاسي نلقاو عندنا شاسي تحديد كوبلي في الامام فورش تيليسكوبيك، وفي الخلف دوز امورتيسور. الوزن الاجمالي هو 190 كيلوغرام، وكل هذا راح يكون يحبسوا انفريناج للامام. عندنا ديسك تاع 260 مليمتر اتري 4 بيستون، وفي الخلف 240 مليمتر اتري 2 بيستون، وكل هذا جيري بار ابي اس الكتروني. من جهه لي زاسبي براتيك نلقاو دي ريتروفيزور ربطابل مانيوالمون، عداد انالوجيك وفيه نافذه رقميه، وعندنا هنايا بوطون تاع ستارت اند ستوب اللي نقدروا نديكونيكتيوه مانيوالمون. ايضا عندنا بواتاغون تاع في الامام افيك بريز 12 فولت، المقعد اللي نقدروا نفتحوه بقفله هنا من المقود، ويقدر نرفدو فيه دو كاسك انتيغرو، ونلقاو لداخل كوب كورون باش، وايضا اضاءه. خزان الوقود فيه 12 لتر، ونلقاو في الامام فتحه تهويه باش دخل الهواء الساخن من المحرك، وعندنا ديكالبي اسكاموطابل، ومكان كبير للراكب في الخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. سكوتر هذا فيه محرك، من بين نقاط القوه تاعو هو المحرك، فيه دو بون ريبريز، يدفع مليح كما رانا نشاهدوا هنا في لامونتي هذه. اما فيما يخص الشاسي، الشاسي الي ستابل، و لي زوم الفرشه و لي دو زامورتيسور يمشوا بتناغم ويعطونا اون بون اسيز، يعني كونفورتابل وفيها شويه سبورتيفيتي. المكابح نقدروا نسيهم هنا في الريناج، نذكركم باللي فيه الابي اس. كنا نفريو اون بوت كورس ابي اس دخل شويه، ريون دو براكاج مقبول نوعا ما. اما فيما يخص الارغونومي، الارغونومي انا عجبني حاجه فيه، يعني الكيدون طالع عند البيلوت ولا عند السائق، ما يحتاج تسمى يكسل يديه ولا الاقفال لي بوطون يطيحوا على اليدين. العداد واضح، حتى المقعد مريح يعني. ودوك نزيدو نشوفو ان شاء الله الكومبورتمون تاعو في طريق سريع. بعد ما كنا في المدينه انا خرجنا للطريق السريع باش نسيو هذا الجوي ماكس 250 اي ابي اس في طريق سريع. والحاجه اللي كنت حاب نزيدها لكم مقبله ما قدرتش نهضرها في المدينه هو المحرك. المحرك راح يسمح لنا كما قلت لكم ستان افونتاج، هذا الموتور راح يسمح لنا نتجاوزوا السيارات في طريق سريع ولا نوصلوا السرعه القصوى بكل سهوله، ويخلينا نكروزيو ايضا بلا لي زاكو. اما فيما يخص لا بروتيكسيون من الريح او بروتيكسيون دي فون، لما نوصلوا سيرتان فيتاس هكذا يبدا الريح يضرب في البوست، في صدرنا وحتى في الراس، لانه ني في اليدين نحس شويه لي رومو تاع الهواء، لانه عنده بيل قصيره ومين ما كاش بزاف ما كاش لا بروتيكسيون. حاجه اخرى ايضا حبيت تسمى من بعد ما رانا في ليموا
ثلاث نقائص. حاجه حبيت نبوانتيها هي انه لي روتروفيزور ما نقدروش ما نشوفوش حاجه كبيره فيهم، ما نقدروش نشوفو يدينا بزاف، ما نشوفوش بزاف حاجه فيهم، بصح ما هذا حاجه مينور ماشي حاجه كبيره. اما الكونفور تاعو كونفور كيما كنت نهضر لكم كونفور مليح، ونقدروا نديروا به دي لونغ ديستونس بلا ما نتعبوا، لانه فيه ان بون كونفور. يعني لولا شويه لا بروتيكسيون اللي نقصت شويه من الكونفور هذا طوطال تاعو، سينو نقدروا نقولوا له بلي في لوطوروت نقدروا نديروا به مسافات، وراح يساعد الناس كثيرا اللي تنقلوا بين حتى بين الولايات. سيم جوي ماكس 250 اي ابي اس راه متوفر حاليا في لي شوروم تاع سيم الجزائر. اللي معرفة السعر بالضبط توجهوا لسكوتر.com. نتمنى يكون عجبكم الاختبار، اذا عجبكم اعطونا لايك، ما تنساوش تشتركوا في قناه ماكت 48 تاعنا، لانه في قادم الايام ان شاء الله راح يكونوا اختبارات اخرى، وانا نقول لكم في الاختبار القادم ان شاء الله.